نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال، وقضية اليوم باش تهزنا الولاية تينيسي الأمريكية وبالتحديد المنطقة ديكسون. محور قضيتنا، وخلينا نقوله شخصية من شخصياتها الرئيسية، هو تيري مانغروم. عمره 34 سنة وكان يخدم في محل متاع بيعان الرخام ماربوري. المحل هذا على ملك عائلته هو متكلف به. تيري أموره العاطفية والزوجية ما مشاتش بالكل. بعد 13 سنة عرس وزوز صغار، واللي هما على التوالي تيري جونيور وعمره 12 سنة وأخته مادلين وعمرها 9 سنين، طلق وبقى يعيش وحده براسه في داره، ومرته زاد على روحها في دار ما هيش بعيد عليه برشا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن سيتيري هذا ينتمي لمجتمع سائقي الدراجات النارية، لكمين مزينة بالسلاسل هكا اللي ربطوا بيهم الكلاب. هذا من غير ما نزيدوا نقولوا أنه حتى واحد ما يسلم الشر متاعهم، وإذا كان دخلوا المدينة يقيموا فيها لذان. بعد هالمقدمة فهمت أنه سيتيري تابع الجميع هذم، رغم اللي هو في حياته راجل منظم برشا كما باش تكتشفوا في مجريات الأحداث، وما عنده حتى طرف عنف أو طبع عدواني. الدودة متاعه وغرامه جاو في الموتورات مش في المشاكل، ويحب يمشي معاك لمطارد وكما يعمل معاهم رحلة عبر الولايات المتحدة تدوم ساعات شهر كامل. وفي عام 2001 بعد ما كمل كماندا متاع الرخام الفايت مقاول كبير، حب ياخذ ايامات راحة، وفعلا هذاك هو اللي صار. هز موتورو زاد وزواد وشد ثنية، وبعد تريجة هي بيها يعني مسافة باهية، وقف في كيوسك باش يعبي ليسانس، وهو واقف يعس على النوامر متاع الترومبا وين باش يوصلوا، وهالموتور اللي زهر بحذاه وقف. تلفت يلقاها شخطورة هبطت منه، لابسة جين مولون واللي ثم على برا. نحت الكاسك متاعها واستويت شعرها اللي أكحل ليل ومسبسب على وجهها الأبيض المدور وفيه برشا سر، لكن في نفس الوقت خزرتها حارة ونحارة وحادة تدل أنها ماهيش حريبشة للبلعان. تيري يبقى يثبت فيها وهزها من فوق اللوطة ويسترجع في ذكرياته، يعني يورق في ذكرته. ويريتها ويريتها يا ربي، وين شفتها السخطة هذه؟ صي اتذكرها واتذكر حتى اسمها كيمبيرلي، مش هكا قللها؟ قلت له ايه كيمبيرلي. وهي زادة ثبتت فيها مليح، ومن بعد شاقت. تيري قلت له يعطيك ما قلتكش هك تبدلت. هو نجز على كالفرصة وقال لها حتى أنا ما قلتكش زدت زينت. باختصار ما استحقوش الركن تعارف، طلعوا يعرفوا بعضهم. وبطبيعة الحال هي زادة من الكوميونوتي دي موتار كيفو، وسبق أنهم تقابلوا من مدة 4 ولا 5 سنين التالي. الحاصل طول مشاو الكوفي شوب وبداوا يحكيوا، استرجعوا الذكريات متاعهم، وكل واحد بدا يحكي على روحه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، كيمبيرلي باراغوين هذه بوها كان يخدم في الجيش ميليتير مستوي، وبالتالي كان ديما دبشهم على ظهوراتهم ويتنقلوا من بلاصة لبلاصة في أمريكا، وهذاك علاش هي تغرمت ودخلت مع ليموتار. اللي يعرفوها من صحابها وفي الكوميونوتي كانوا يعيطولها جيبسي، وطبيعتها كانت واقفة ما ترشفها لحد، عازري على حال. شخصيتها قوية برشا وعندها ميل كبير للعنف وتحب تسيطر على الناس، والزعامة ما يلزمش تخرج من يدها.
ايش تحبوها تكون بنت واحد ميليتار؟ وهالطبيعة هذه تيري كان يعرفها. كيمبرلي عمرها 39، وأكيد راهو تيري تصور أنها كي كهبت على 40 برشا حاجات تبدلت فيها بما فيهم طبعها. المهم أنه بعدك القعيدة هذيك شدوا ثنية مع بعضهم، وخلينا نقولوا التريسيت يضرب بيناتهم، يعني لكوت فودر صار في هكا الرحلة هذيك، والأمور زادت تبلورت وما رجعوا إلا ما تيري أقنعها باش تجي تعيش معاه في داره، في انتظار يردوا علاقتهم شرعية ورسمية، يعني عرسوا. في تواتر هالأحداث ووقت اللي وصلوا لدار تيري، كيمبرلي عجبتها، كانت دائرة بها جنينة واسعة ومبنية برشا ذوق. الوضعية المادية متاع تيري زادة مريحة برشا، ما عندوش مشاكل متاع فلوس، وصغارو يعني تيري جونيور وبنته مادلين ما مخليهم ناقصين شيء. باختصار كيمبرلي عجبها هالجو العائلي هذا، وفهمت أنها إذا كانت تحب تفك بلاصتها وتفك قلب تيري زادة، يلزمها تخليك الصغار يحبوها ويعتبروها كما أمهم. هذا هو التحدي اللي أقدمت عليه، ومش لازم نقوله أنها كانت تفركس على استقرار من جميع النواحي، يعني عائلي ومادي، لأنها وصلت لعمر يلزمها تختار فيه حياة مستقبلية بعيدة على الرحلات بالمطورات وحكاية وين يتيح الليلة بيت. في مجريات هالأحداث كيمبرلي بدأت تخطط الكسب ثقة تيري جونيور والدرجلها وأخته بأي طريقة، يعني لقات وضعية أكثر من باهية وناوية باش تكبش بيديها وساقيها، وللشي هذا كثرت عليهم بحسناتها، حتى لين تيري سينيور البو قال هذه هي اللي تصلح بولادي وبيا، وطول مشاو للكنيسية عرسوا عند باباس، وبدأت فترة العسل والعيشة الهنية. في هالمرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه كيمبرلي رغم اللي عملته الكل باش تظهر أم مثالية في عينين صغار رجلها، ما نجحتش. الصغار ما راموهاش بالكل، كانوا يحبوا أمهم مليان برشا، واللي عديوها بحذها أكثر من اللي عديوها بحذ أبوهم، معناها أكثر من 5 أيام في الجمعة. ها هوك يجيبهم بحذها نهار الجمعة ويرجعهم لأمهم نهار السبت، معناها هي اللي حكموا لها بالحضانة بعد الطلاق. واللي يلزمكم تعرفوه أنه كيمبرلي وليان يعني طليق تيري كانوا كل ليل والنهار ما يتقابلوش في حتى شيء، واحدة عجاجة وعزري على حاله ومجودرة، والأخرى فين وحنينة وسيسة مع الناس الكل. ومن أول مرة تقابلوا فيها الغيرة بدأت تاكل في كيمبرلي، وبدأ الحسد والبغض والغل يبان. ما كانتش تحملها بالكل، على خاطر تعتبرها هي الحاجز الوحيد اللي يمنحها من كسب ثقتك الصغار ومحبتهم، وفهمت اللي هي ما عندها حتى أمل مع أمهم مليان. ووقتها بدأت تتصور بشوية بشوية أنه البلاصة متاعها مهدأ، يعني نجم رجلها تيري يدور عليها ويخطر له باش يرجع الأم ولاده. أبريتوه مع علاقتهم بأمهم قوية برشا، وهي الضامنة للتوازن العائلي. الحقد والغيرة متاحة على ليان ماشي ويكبر، واللي أكثر منه هو خوف على رجلها تيري يمشيش يتخلى عليها. وإحنا سبق وقلنا لكم أنه كيمبرلي عندها رغبة كبيرة في التحكم في اللعبة باش حتى حد ما يفك لها بلاصتها. في هالمرحلة هذه من القضية وشهرين بعد العرس ابدا العرق المعروك ما بين تيري وكيمبرلي. السبب هو انها تشك فيه اللي ما زالت عنده علاقة جنسية مع مرته اللي طلقها، وهذا بدافع الغيرة بالطبيعة، لانها كانت تمشي معاه جنبها جنبه وقت اللي يمشي يجيب صغاره من عند امهم ليان.
وكانت تقيد له في حركاته سكناته في هكا المشيات هذوك ما كيفاش يحكي معاها وكيفاش كالصغار يحبوا أمهم ومتعلقين بها وتبدأ تخزر من بعيد لبعيد وكيما يقولوا نساه تبدأ تغزل وتفرك وترحي رحيان. ومن وقتها التصرفات متاعها مع الصغار باش تتبدل وولات ما عادش حاجتها بالبلاصة متاع الأم الحنونة اللي كانت تظهر فيها، تغيرت 360 درجة وولات تحب تسيطر عليهم كليا وتهينهم وتعمل فيهم اللي تحب بطبيعة الحال من غير ما يفطن بهم. بلغة أوضح التغيير الكل اللي صار هي وقت اللي أيست من عاطفتهم يعني صغار، ووقت أخذت قرار باش تغير التكتيك وتحكم فيهم بالخوف والترهيب، والخطة متاعها باش تمشي بها لبعيد لأنها ولات تمرمد فك الطفل تيري جونيور تمرميد وأخته زادة مادلين. في المرحلة هذه ما تعدتش للعنف أما بدأت تخوف فيهم باش يهجوا منها، من نوع كانوا تقولوا لبوكم أي حاجة راني نقتلكم، وساعات تجبد لهم سكينة تحطها لهم قدام وجوههم، وساعات تقول لهم راو عندي صحابي في الهيلز أنجلز ليزانج دو لانفير أو ملائكة الجحيم، وهذوما فرقة متاع دي موتار من أشرس ما ثم في أمريكا وهما يعرفوهم ويسمعوا بيهم. ديما تبدأ تهدد فيهم وتقول لهم نكلمهم بركة تو يجي ويذبحوكم ذبحان ويقطعوكم تروف تروف. وخلف الأمور هذه الدعاء والسبان والكلام المرزي هذاك مصروفهم اليومي، ولهنا في ساعة ما الأمور زادت تطورت ولا فيها ضرب. في مرة من المرات اعطت تريحة المادلين على خاطر جابت لها كاس كوكا الثلج اللي فيه ذاب، ومرة أخرى دخلت على أخوها تيري جونيور بالكفوفة قريب يدوخ على خاطر انسابش يشعل ماكينة القهوة. باختصار هكا الصغار ولاو سجناء عندها، سجناء الخوف بالتحديد، وحتى من بوهم ولاو يحسوه اللي هو بعيد عليهم، دوب ما يجي من الخدمة يقعد مع كيمبيرلي وهما ما يتلفت لهمش بالكل. وبطبيعة الحال هما ما حاولوش باش يحكيوا معها لتصرفات كيمبيرلي لأنهم صاي اتمكنت بيهم كليا والخوف كلاهم، ولاو مرعوبين منها وتحت إرادتها الكاملة، وما فما في مخاخهم كان الكلام متاعها يدور تقول البوك نذبحك تتكلم نخنقك نطلع لك روحك وهات مكلاوي. وتيري بوهم كان مستقيل تماما من الحكاية هذه وكأنه هو زاد ولا تحت السيطرة متاعها، حبيك لبيك اللي تطلب يجيك. فيها المرحلة هذه من أحكام السيطرة متاع كيمبيرلي على الصغار زادت خلطت عليهم بوهم، وصلت فرضت عليه أنه ما عادش يمشي يجيب أولاده من عند أمهم وهي اللي باش تعوضه وتمشي وحدها تجيبهم. بطبيعة الحال ما هيش محبة فيهم وإنما كانت تحب تستفز أمهم مليان، ها هوك تسريلها عالصباح بكري وتاكلها بالكلاكسون، تبدأ تزمر عليها قريب تفلقلها طبلة وذنيها باش في ساعة ما تخرجك الصغار، وفي الاخر ترسي عركة وكلامات وسلامات بيناتهم وخصهم كان باش يشدوا بعضهم من شعوراتهم. وفي نهار 15 ماي 2001 وقت اللي كيمبيرلي مشيت باش تجيب الصغار يعني تيدي جونيور واخته مادلين ما حبوش يمشيوا معاها، قالوا لها بالحرف الواحد لا ديغاش. ووقتها هي هبلت وخرجت من عقلها وتعاركت مع أمها مليان باليدين ولاو يتلاطخوا وهكا الصغار يتفرجوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الاستفزازات هذم كانت فما غاية وراهم يعني عند كيمبيرلي. المرأة كانت تتخطى لها باش تنحي لها الحضانة على أساس أنها مضطربة نفسانيا وعنيفة والصغار ما همش في أمان عندها، يعني اللي فيها باش تردوا في أم الصغار اليان. إشنية الطريقة اللي باش توصل بها للغرض متاعها هي التأثير والضغط على رجلها تيري باش يحرم طليقته من صغارها. ولهنا ما تعداتش أيامات بعدك العركة المأثورة بينها وبين طليقة رجلها، والقاضي قرر أنه يسحب الحضانة من عند الأم ويرجعها نهائيا للبو. معناها هيك الأم المسكينة ما عادش عندها الحق باش ترى أولادها حتى في اللي ويكاند. في المرحلة هذه
وبعد ما الصغار حصلوا عند كيمبرلي ولوا ملكة وما ينزحها فيهم حتى حد، ردتهم العبيد متاعها بنفس الطريقة، التخويف والترهيب، والأمور زادت تجاوزت الحدود هذيك وولات تعليب بالأنواع متاعه الكل. تيري جونيور كانت تربطه هو عريان في طنبك الشتاء، تحرقوا بالسواقر وبدوا الكل بقايع بقايع وتمنع عليه الماكلة والشراب. هذا خلف الضرب يبكى واتشو يبعصى، أما وجهه ما تمسوش باش ما تبقاش فيه أماير إراهم بوه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عملت في عذابك الصغار صنعة، وكانت تستعمل في أمبيستولي إلكتريك، معناها فرد بالكورون، وكل ما تطلع لها الكلبة بنت الكلب تعمل لهم صعقات هو وقته، وساعات ما كان رجع متاع الكورون يفقدوا الوعي وما يفيقوا كان في الصباح. لكن يقول القائل البوتيري وينو؟ السيد ما هو شهناء، وحتى كي ولاده يشكيولو يعمل روحه ما سمعش. في مجريات الأحداث وتواصل العذاب متاع كالصغار، الأمور باش تاخذ منعرج آخر، لأنه نهار 6 سبتمبر 2002 إليان تمكنت باش تقنع القاضي أنه الحضانة تنحات لها ظلما وعدوانا، والقاضي استدعى كيمبرلي باش يعمل معها جلسة هي وليان، ولهنا باش يصير تغيير في مجريات الأحداث الكل واللي بدأت تتسارع. Liam? Mama, help me. What's wrong, baby? فيها المرحلة هذه من القضية، ونهار 8 سبتمبر 2002 التليفون عزق عقب الليل في دار واحدة اسمها بيتي وايت، واللي هي أم ليان طريقة بيري بوصغار. المرأة قامت مفجوعة وزت التليفون وطلعت بنتها ليان، لكن سمعت صوت آخر ما هو صوتها يقول أمي أمي اجري لي راني خايفة. من بعد المكالمة قصت بيتي لبها العرق ودخلت بعضها وما عرفتش شنو باش تعمل، لأنها تسكن في ولاية أخرى وبالتحديد في الألاباما، وبنتها بعيدة عليها قرابة 500 كيلومتر. ولهنا وبعد ما حاولت باش تطلبها برشا مرات وما تحصلتش عليها، كلمت واحد من الجيران متاع بنتها اللي يسكن بحذاها وطلبت منه باش يشوف اش فما. الجار هذا مشى لدار ليان في هاك الليل ولقى الضو طافي، نوقز ودق الباب برشا مرات لكن لا حياة لمن تنادي، وفوق من هذا لاحظ أنه الكربة متاعها ماهيش موجودة غادي. ولهنا كلم بيتي أمها وقال لها راهي بنتك ماهيش في الدار، وبالطبيعة كالمرأة المسكينة من اللي كانت متحير على بنتها دخلت في رعب، والنوم ما غمضش عينيها للصباح وطول كلمة الشرطة متاع ديكسون. 911, where is your emergency? في تواتر الأحداث الشريف اللي كلمته أم ليان هو مازال كيقرر باش يبدأ في التفتيش عليها، ويجيه بلاغ يقول أنه صيادة في بحيرة ماهيش بعيدة على ديكسون اكتشفوا كرهبة غاطسة للشطر في الماء وجثة متاع مرأة على سطح الماء متاع كالبحيرة. الطامة والعامة هبطت على عين المكان، ومشى في بالهم الأول أنه حادث، والمرأة هذيك خرجت على الطريق عملت ديراباج ومشات طول للماء. لكن في ساعة ما تراجعوا على الفرضية هذه، لأنه بيبان الكرهبة كانوا مسكرين والباربريز القدامي لبس عليه، معناها لا تنجم تكون خرجت من الباب ولا تنطرت من البلار القدامي، وهذا أثبتوه الشرطة الفنية من بعد، على خاطر الكرهبة هذيك كانت مجهزة بديزيرباك. ولهنا الطبيب الشرعي اللي جاء مع أعوان الأمن عمل فحص أولي للجثة ولقى عليها أثار متاع ضرب، خاصة على رأسها، وكأنه شكون تخلى عليها بعصا وإلا بارة متاع حديد، وفوق من هذا جزء كبير من شعرها كان مقلع، ولقاو شعتوتها متاع شعر على حرف البحيرة، معناها اللي ضربها قعد يكركر فيها من شعرها حتى وصلها للماء وغرقها. الجثة ما كانش عليها حتى أثر يدل أنه الضحية دافعت على روحها، لا في ظوافرها واللي عادة النساء يستعملوهم كمخالب باش يدافعوا على روحهم، وما كان زاد عندها ضرب على يديها من قدام لزافومبرا،
يعني وقت اللي كلات الضرب يا أما كانت مستسلمة وإلا ما هيش في وعيها. ملخص الحديث، الطبيب الشرعي قال أنه سبب الوفاة ما هوش الغرق، وإنما هك العنف الكبير اللي تسلط على القتيلة. حسب الشرطة، الجاني بعد ما عمل عملته كركر الجثة طيشها في البحيرة، ومن بعد دزك الكرهبة في الماء باش يمشي في ظن المحققين أنه حادث. لكن انسى اللي هك البحيرة هذيك ما كانتش غارقة، الغرق متاعها تقريبا 120 على أقصى تقدير، وبالتالي الكرهبة ما تنجمش تغطس فيها بكلها. خلف هذا، وجود الجثة خارج السيارة ما عنده حتى تفسير منطقي، هذا إذا كان قبلنا بفرضية أنه حادث. في تواتر الأحداث، أعوان الشرطة الفنية خرجوا الكرهبة من الماء. الكرهبة هي جيب حمراء من نوع شيروكي موديل عام 1989، اللي لاحظوه أنه البلار اللي من شيرة الشيفور كان مكسر، ووقت اللي حلوا الباب برشا مرسوات متاع بلار طاحوا، ولقاو الكزاز في الكرهبة لداخل فوق الكرسي وبجنب اللوفيي متاع الفيتاس. في مجريات هالأحداث وتسارعها، الشرطة عرفوا مولى الكرهبة، أو بالأحرى مولات الكرهبة، عرفوها بالرقم المنجمي متاعها بطبيعة الحال. الكرهبة طلعت متاع ليان مينغروم، لكن احتمال أنه الجثة ماهيش متاعها، يعني حد آخر كان يسوق فيها. ووقت اللي قارنوا الصورة متاع البالمي متاعها اللي خذاوها من مصلحة التراخيص بالملامح متاع وجه الضحية، اتأكدوا بدون أي مجال للشك أنه الضحية هي ليان. وبالنسبة ليهم اللي صار جريمة قتل كاملة الأركان ووضحت المعالم. الخبر هذا كان عنده آثار الصاعقة على العائلة متاع الضحية، يعني أمها، صغارها، عائلتها، أصدقائها، حتى واحد ما حب يصدق أنه ليان اتقتلت، وما كانوش يتصوروا أنه مرأة كيف هي مسالمة وعاقلة وفينو برشا وما عندها مشاكل مع حتى حد تتقتل بهك الفضاعة هذيك. وفي المرحلة هذه الشرطة مشاو لدار ليان باش يقوموا بمعاينة ويلوجوا على أدلة مادية ويأيدوا مسألة القتل هذه. وكي خلطوا لقاو كل شيء عادي، ما عدا شباك من الشبابك التلانيين متاع الدار كان مكسر، والبلار الداخل معناها التكسير جا من برا. وكي دخلوا البيت واحد اخرى شبابكها مسكرين، لقاوها مقلوبة سفيها على عاليها، كل شيء في القاعة وبرشا حاجات مدقدقين، واغلبهم كواتروات فيهم تصاور متاع ليان واولادها ورجلها. العملية ظهرت لهم انه حد مغلغل شد كسرك الكواتروات هذوكم، وبما أنه حتى شيء ثمين ما تسرق من الدار، الذهب والفلوس كانوا في بلايسهم، المحققين فهموا أنه ليان ما كانتش ضحية سرقة، ومن بعد وفات بطريقة مأساوية وما تعرضتش زادة الاغتصاب، لأنه الطبيب الشرعي قال أنها ما تحمل حتى آثار متاع اعتداء جنسي. في المرحلة هذه من المعاينة متاع دار ليان، المحققين فهموا أنه الشخص اللي دخل الدار وكسر البلار خلى بقايا متاع دم على الكزاز، والدم بعد التحليل متاعه ظهر ماهوش متاع ليان الضحية. الشرطة الفنية لقاو زادة بونتا متاع دخان في الجنينة عليها روجا ليفر، وماهوش الماركة اللي تتكيفها ليان. ولهنا المحققين فهموا تقريبا شنو اللي صار. إليان اتخطفت من دارها وهزوها في كرهبتها حتى للبحيرة وهي حية، وغادي ضربوها ومن بعد غرقوها. ووقت اللي الشرطة توجهت بالسؤال الأم إليان شكون ينجم يكون اقتل لها بنتها، إجابتها كانت بدون تردد كيمبرلي. Absolutely, Kimberly Mangrum. ولهنا تم استدعائها وسألوها وقتاش آخر مرة شافت فيها الضحية إليان. قالت لهم من مدة نهارين، وحسب قوالها جاتها للدار مع واحد صاحبها اسمه بوب، وكانت داخلة بعضها طلبت منها باش تعاونها تاخذ دوزة متاع دروغ، وهي اعطتها مسكنات قالت لها سيب عليك من الهيروين. بالنسبة لأفراد العائلة الأخرين، يعني تيري رجلها أو بالأحرى طليقها وولاده، تم استجوابهم كل واحد وحده، واعطاه نفس الرواية على بوب هذا اللي جاء مع أمهم.
المحققين ما اقتنعوش بالكل كيفاش ليان تطلب المساعدة من ألد الأعدام تاعها بعد ذاك العرك والمعروك، وخاصة الحضانة اللي فكوها لها متاع أولادها. يستحيل باش تنجم تجي وتقابل كيمبيرلي وإلا تحكي معها. في هالمرحلة هذه من الأبحاث الشرطة فركست على بوب هذا، عملوا تقصياتهم الكل وما لقاو حتى واحد يعرفوا كأنه شخص من نسج الخيال متاع كيمبيرلي. وخلينا نقولوا أنه الشبهات بدأت تتحصر في العائلة، وإذا ما هيش كيمبيرلي هي مولات العملة ممكن ياسر يكون راجلها تيري، وإذا مش هو ينجم زادا يكون ولده تيري جونيور وإلا بنته. الحاصل واحد منهم عنده الحقيقة. وفيها المرحلة هذه وفي ديسمبر 2002 النتائج متاع الأديان الكل حضروا. البونتة متاع السواقر اللي لقاوها في جنينة الضحية ليان طلعت متاع كيمبيرلي، وهي قالت لهم شنو المشكل. عندي جمعة من اللي مشيت لها باش نحكي معاها وقعدنا في الجنينة وتكيفنا سواقر. المفاجأة الحقيقية هي الدم اللي كان على البلار المكسر طلع متاع تيري جونيور، وبالوقت جابوه باش يستنطقوه، وهذه أقواله في سرد الوقائع. في ليلة الواقع وحسب أقوال تيري ولد الضحية قال أنه أمه جات مع المدعو بوب وهو حب يحكي معاها، لكن مش قدام مرت بوه كيمبيرلي وبوه وأخته، وخير باش يستناها حتى لين تمشي. وسرق المفاتح متاع كرهبة مرت بوه وجاب جرة أمه حتى لنوصل لدارها، القاها غادي وحدها. حسب أقواله تعاركوا دزت وخرجت وركبت في كرهبتها ومشات، وهو خلطت عليها بالكرهبة متاع كيمبيرلي حتى لين خلطت للبحيرة ووقفت. ووقتها هو هبط من الكرهبة وعاودوا تعاركوا من جديد. حسب قواله دزها دزة قوية جات في الماء متاع البحيرة، وكيفاق بها غرقت تخل بعض وحبي بعدلها كرهبتها من غادي، وفي عوذي حط بريمير حتى مرشادير والكرهبة غرقت. ووقتها طلع في كرهبة مرتبوه ورجعها لبلاصتها فين كانت، حط المفاتح في بلايسهم وعمل مولا دار مش هنا. هذه هي الرواية متاع ولد الضحية، واللي المحققين ما كانوش مقتنعين بها بالكل لأنه الكلام ما هوش مقابل بعضه وفيها عدة نقاط استفهام، منهم حكاية البحيرة وإلا شهز أمه للبلاصة هذيك اللي تبعد على دارها 50 كيلومتر. ولهنا وقت اللي عاودوا استنطقوا كيمبيرلي قالت اللي هي فاقت بتري هزلها المفاتح متاع كرهبتها، لكن ما كانتش تعرف اللي هو تبع أمه وقتلها. المحققين لهنا فهموا أنه تيري كان خايف من مرتبوه، والشي هذا عرفوه من أخته واللي حكت لهم على مسلسل العذاب اللي كانت تمارس فيه مرتبوهم عليهم. في المرحلة هذه ونهار 23 فيفري 2004 وكيل النيابة وجه تهمة القتل العمد مع سابقية الإصرار والترصد الكيمبيرلي وولد الضحية تيري جونيور، معناها هي حطوها في الحبس وهو في الإصلاحية. ولهنا وصلوا أقنعوا تيري باش يقول الحقيقة وما يخافش من مرتبوه، وهكاك الحكم يكون عليه خفيف خير من اللي يعدي بقية عمره في الحبس. وقتها تيري بدأ يسرد في الأحداث كما صارت بالضبط. في وقايع الأحداث اللي صارت، كيمبيرلي وقت اللي جاها كجواب من عند القاضي واللي حب يعمل جلسة معاها هي وليان، دخلت في هستيريا كبيرة وولت في سينا أخرى. وفي نفس النهار وفي الليل فيقت تيري جونيور وأخته مادلين من نوم وقالت لهم يجيوا معايا باش نمشي ونشري وسواقر. وما قعدوا باهتين لأن عمرها ما عملتها العملة هذه، وفعلا مشيت شريت سواقر وشدت الثنية لدار أمهم ليان. وكالولاد ما همش فاهمين حتى شيء وخايفين منها مرعوبين، على خاطر استلبست وولات تضحك في ضحكة غريبة كل مهبولة. دوب ما وصلت بالكرهبة قدام الدار متاع ليان القات الضوء طافي والكرهبة متاعها ماهيش قدام الباب. هي عملت دوميتور بكرهبتها وليان خلطت.
كيمبرلي هبطت لها بعصام تاع بيسبول، ويليان خافت وسكرت على روحها الكرهبة، والأخرى كسرت عليها شباك الكرهبة بالعصا وخرجتها، وكالصغار بتاعها يخزروا دخلت عليها بالضرب فشختها تفشيخ، ومن بعد اعطتها كالعصا لتيري جينور وطلبت منه هو وأخته تحت التهديد باش يضربوا أمهم، وجبدت عليهم سكينة قالت لهم اللي ما يضربهاش بالقوي نذبحوا من الوريد للوريد. هكا الصغار يبكيوا بالشهقة ويضربوا في أمهم، واللي رخ منهم في الضرب تمشي له طول وتحط له السكينة في رقبته. من بعد قالت التيري طلع معايا أمك في الكرهبة وتبعني بكرهبتها، وكان لعملها كاكا تبعها حتى لين خلته لك البحيرة. هبطت وطلبت منه باش يكركر أمه ويحطها على حافة البحيرة، ومن بعد عيطت لهم باش يدزوا هكا الكرهبة ويغطسوها في الماء. وفي الأثناء كيمبرلي فاقت أنه ليان ما زالت حية وتتنفس، وتحت التهديد طلبت من تيري جونيور باش ينزل على راس أمه بساقه في قاع الماء. المسكين تبلوكا وقعد متردد ومالها إلا أمه، لكن تحت التهديد أمرته باش ينزل على راس أمه في الماء حتى لين تقطع عليها نفس وتموت، وحطت له سكينة على البحشيشة متاعه وقالت له انزل. وهو المسكين بقى نازل على راس أمه ودموعه سواقي حتى لين فارقت الحياة. وبعد ما تأكدت أنه ليان ماتت هزته مرة أخرى لدار أمهم، وطلبت من تيري باش يكسر البلارة متاع الشباك، وكسره بيده وخلى لديان متاعه غادي. من بعد قلبت كالبيت باش زعمة يمشي في بين البوليسية أن عملية سرقة اتحولت إلى جريمة قتل. بالنسبة للتليفون اللي جاء الأم ليان واللي قالت لها فيه إجريلي هو فعلا من البورتابل متاعها، لكن اللي تكلمت هي بنتها مادلين تحت التهديد سكينة محطوطة على قرجمتها. هذه هي وقايع اللي صار بالتفاصيل متاعها، واللي أحداثها متماسكة مع بعضها وما فيها حتى تضارب. في نهاية القضية ورغم الإنكار متاع كيمبرلي تحكم عليها بالمؤبد لا رجعة فيه. بالنسبة لتيري تحكم بثمانية سنين إصلاحية من أجل القتل على وجه الخطأ، وخرج بعد عامين ونص. أخته مادلين ما كان ضدها حتى إدانة، وبالتالي ما تحكمتش، لكن فما واحد تبقى وفي باله خرج من اللعبة، لكن القاضي ما فلتوش وتحكم عليه بعشر سنين واعتبروه شريك في الجريمة. أكيد لهنا راكم تتسائلوا شكون السيد. هو البوتيري طليق الضحية ليان اللي كان يتفرج في مرته كيمبرلي تقتله في ولاده عرق بعد عرق وهو ساكت. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهج التريبيونال، تسمعوها يوميا من الاثنين للجمعة وفي نفس التوقيت على إيفام أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.